أدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك في مسجد قصر الصخير. كما أدى الصلاة بمعية جلالته أصحاب السمو الأنجال الكرام وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وعدد من الحضور. واستمع حضرة صاحب الجلالة والحضور إلى خطبة صلاة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهجري رئيس مجلس الأوقاف السنية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اتقوا الله واجعلوا التقوى عدتكم لدنياكم وآخرتكم، ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أزواجه وآل بيته الأطهار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم بارك له في عمره وصحته وعافيته، وبارك له في أنجاله وذريته. اللهم وفقه وولي عهده الأمين، وانصر بهما دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا وحرسنا المرابطين على ثغور بلادنا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا،
اللهم وتقبل من مات منهم شهيدا، اللهم تقبل من الحجيج حجهم، اللهم اغفر ذنبهم وآتهم سؤلهم، واجعل حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وكل عام وأنتم بخير. وبعد انتهاء الصلاة تبادل جلالة الملك المعظم مع الحضور التهانية والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، شاكرا تهانيهم وتمنياتهم الطيبة. وهنأ جلالته شعب البحرين الكريم بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين وشعبها العزيز باليمن والخير والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة. ورفع الحضور خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى صاحب الجلالة بهذه المناسبة العطرة، ضارعين إلى الباري جلت قدرته أن يعيدها على جلالته أعواما عديدة بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يوفق جلالته ويسدد خطاه لمواصلة قيادة مسيرة النهضة المباركة لتعزيز مكتسبات الوطن وإنجازاته الريادية.